السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار رياضة الرئيسية نقدمها لكم من تلفزيون النهار، والبداية بأبرز العناوين. النادي الإفريقي يلعب آخر أوراقه في صفقة إسلام سليماني، ونادي الغرافة القطري يدخل صف الأندية الراغبة في ضم عبدون. رئيس شباب باتنا فريد نزار يندد بعقوبة الرابطة التي أقصته لعام كامل، ومردية العلمة يواصل تحضيراته للموسم الجديد بتونس. ودوليان جيراردو مارتينو مدربا جديدا للبارسا، وغاريث بيل يعلن رغبته في الانتقال لريال مدريد. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أكد المتحدث الرسمي باسم الإفريقية التونسية راشد الزمرلي للنهار أن هناك تواصلا مع الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق شباب بلوزداد عن طريق وكيل أعماله، وأن النادي التونسي ينتظر فقط القرار النهائي في العرض الذي تم تقدم به، خاصة بعد رفع قيمة المبلغ المالي المرصود لضمه. من جهتها قالت صحيفة الشروق التونسية أن العرض الذي قدمه النادي الإفريقي إلى سليماني هو الأفضل من بين كل العروض، وأضافت أن النادي التونسي الذي سخر مبلغا ماليا هائلا جاهز للفوز بهذه الصفقة رغم منافسة أندية عديدة على رأسها نادي نونت الفرنسي الذي تشير مصادر إعلامية أنه اقترب من إنهاء الصفقة. دخل نادي الغرافة القطري على خط الأندية الراغبة في ضم الدولي الجزائري السابق جمال عبدون وسط ميدان نادي أولمبياكوس اليوناني، مستغلا بذلك العلاقة السيئة بين اللاعب وناديه. وأكد موقع لاغازيت اليوناني الثلاثاء أن الغرافة القطري عرض ما قيمته 3 ملايين يورو لأجل شراء عقد اللاعب، واستبعد الموقع أيضا أن يلقى عرض الغرافة تجاوبا من اللاعب عبدون الذي أبدى رغبة في خوض تجربة بالدوري الإنجليزي بعدما تلقى عرضا من نادي نوتنغهام فورست. أعلن نادي بيروي البلغاري رسميا إعفاء صانع ألعابه الدولي الجزائري أمير سعيود رسميا من سفرية الفريق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا لمواجهة نادي هابويل تل أبيب الصهيوني في إياب الدور التمهيدي الأول من منافسة الدوري الأوروبي سهرة الخميس المقبل، حيث أكدت إدارة نادي بيروي الثلاثاء أن سعيود لن يتنقل إلى الكيان الصهيوني مع زملائه بسبب إصابة في ركبته تعرض لها خلال مباراة سلافيا صوفيا مساء الاثنين الماضي لحساب أولى مباريات الدوري البلغاري. أصبح الدولي الجزائري فؤاد قدير مهددا أكثر من أي وقت مضى بالإبعاد من المنتخب في المباريات المقبلة في حال استمرار عدم مشاركته المستمرة مع ناديه أولمبيك مارسيليا، حسب ما صرح به الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش الذي كشف أن استدعاء اللاعب للتربصات المقبلة ستكون مرتبطة بمشاركته مع ناديه في المباريات، حل قد يجده قدير في الانتقال لناد آخر بعد أن جدد نادي ران الفرنسي اهتمامه الكبير باللاعب مثلما كشفته فرانس فوتبول الثلاثاء، حيث أكدت على حرص مدرب ليل فيليب مونتانييه الذي سبق أن أشرف على تدريب قدير في فريق فالنسيان على جلبه مع إمكانية إجراء عملية مبادلة مع رومان أليساندريني التي تبقى واردة. إلى أخبارنا المحلية، أين أكد فريد نزار رئيس نادي الشباب باتنا في اتصال هاتفي له مع تلفزيون النهار في نشرة سابقة أن عقوبة إقصائه لمدة عام واحد من طرف الرابطة الوطنية المحترفة تعتبر مجحفة في حقه، مضيفا أن ناديه سيقاطع بطولة الرابطة المحترفة الثانية الموسم المقبل في حال ما إذا لم يتم إنصاف فريقه في قضيته مع شبيبة الصورة. تابعوا. والله هي عقوبة منتظرة، لأن كانت عندي معلومات من رابطة أنها ستصدر في حقي عقوبات بسبب التصريحات الصحفية. نظن أن أنا لست من الرؤساء الجبناء الذين ينكرون تصريحاتهم إلى الصحافة، أنا نددت بالعملية الدنيئة التي موجودة في كرة القدم الجزائرية. مصيري كان العقوبة، والذين تعاطوا الرشوة والذين مارسوا الرشوة في كرة القدم والذين تسطروا على الرشوة الآن هم الذين هم موجودين في بيوتهم. والله الرابطة خدمتني كثيرا لأنني سأنسحب من هذا الوسط المتأثم، هذا الوسط الذي يسجى على الرشوة ولن أتقدم بأي طعن. سأتكلم كلام خطير في الأيام القليلة القادمة فيما يخص هذه القضية. نحن سنذهب إلى أبعد
الحل في هذه القضية. اليوم ملفنا موجود لدى لجنة إخلاقيات رياضة بالفيفا، ننتظر ردها، ولكن الأكيد أننا سوف لن نشارك في بطولة القسم الوطني الثاني في الموسم القادم ما لم نستلم كل الطعون الممنوحة لنا قانون. إلى الشقيقة تونس، ودائما مع التغطية الحصرية لتلفزيون النهار لتحضيرات الأندية الجزائرية تحسبا للموسم الجديد، حيث دخل فريق مردية العلمة في تربص بمركب حمام بورقيبة ليصبح بذلك رابع نادي جزائري بالمركز. أجواء التحضيرات مع مفة تلفزيون النهار إلى تونس كمال مهوي. Premier travail était bien entamé. Je peux pas dire à 100%, mais un pourcentage acceptable. L'année Chili préparé au début, c'est satisfaisant. وهذا هو الحافز اللي خلينا باش نكملوا الاستاج هذا اون تونيزي. بون الاستجابه نهضروا على اللاعبين، كان استجابه مليحه بزاف تاع اللاعبين اللي كان عندهم لونفي دو ترافاي، كان لو كونكورونس في المجموعه، كان انضباط في المجموعه الحمد لله. كاين المدرب الرئيسي سيدي عيش انستور ان بروغرام دو ترافاي الحمد لله ما شاء الله، اللي خلى اللاعبين كاينه معاهم كما نقولوا فعاليه في العمل، حتى يكون عمل الشاق الاختتام تاعو في كل مرحله في كل مرحله ما نخلصوا تكون لا ساتيسفاكسيون تاع لي جوار ايزون سيزي بلي راهم يديروا ان بون ترافاي اللي ان شاء الله راح يعطيهم دعم كبير في المشوار تاع البطوله. ما نساوش مليح باللي المقابله الاولى راح تكون ضد فريق شباب القبائل، تكون مقابله راح نبداوها تكون نفس قوي ونفس طويل، خاطرش البطوله راح تبدا 23 اوت. مالغري كانوا لي زيكيب بزاف يحوسوا عليا، مي انا بريفيريت العلمه باسكو صافي دو زون وانا كونتاكت معاهم. كيما نقول لك انا مازال راني جدان ومازال راني صغير، انا بريفيريت العلمه باش نلعب ونزيد نبروغريسي. وكما نقول لك هو لو بيت تاعي ان شاء الله هو باش واحد يلعب في فريق الوطني ان شاء الله. الحمد لله لي موان سي في السونتر تاع حمام بورقيبه، كاين كلش، كاين لي موان، كاين لي تيران، كاين سورتو لابولي شويه مليحه مش نلعبوا فوتبول تاعنا. راك تعرف رمضان هاي ذاك بريباراسيون الحمد لله جايزه بيا، ما نفوتش الباب هنايا، كاين لي موان مما كلمه مليحه. كيما نقول لك لوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله نكون عندنا بون جروب، كريو جروب شباب باش نطامي شامبيون بقوه ان شاء الله. من جهته كشف رئيس ملدية العلمة عراس هرادة لموفد تلفزيون النهار إلى تونس كمال مهوي أن الاستقدامات كانت وفق حاجيات النادي، مؤكدا أن هدف الفريق يبقى دوما اللاعب من أجل ضمان البقاء. ريكروتمون تاعنا ناسب لينا السماوات اللي شفناهم باللي يخصوا الفريق تاعنا تقريبا في نصف الموسم الماضي، وجبنا اللاعبين اللي يخصونا. هذا الشيء هذا مش باش نقولوا احنا راح نلعبوا كما قلنا البطوله ولا احنا نقولوا نبنيوا فريق تاع على الاقل احنا نحلموا بيكون عندنا فريق كما بازل هذا تاع السويس، نحلموا بيكون عندنا فريق معدل العمر تاعه 21 22 سنه. ظن انه الفريق تاعنا دوك تكون تقريبا من 18 ولا 19 لاعب اللي ما فاتوش 23 سنه. ودائما مع تحضيرات الأندية الجزائرية، وهذه المرة نطير بكم إلى المغرب حين سيلعب ناديا مردية الجزائر وجمعية شلاف سيلعبان مباراتين وديتين أمام الرجاء البيضاوي بطل الدوري المغربي، بعدما تلقى الناديان الموافقة من نادي الرجاء. ومن المقرر أن تلعب مباراة المولودية بتاريخ 27 من الشهر الجاري، بينما ستقام مباراة شلاف في 31 من الشهر ذاته. إلى أخبارنا الدولية، إن ذكرت صحيفة ديلي مايل الإنجليزية بأن غاريث بيل نجم نادي توتنهام الإنجليزية يكون قد قام بإخطار إدارة ناديه برغبته في الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد الإسبانية،
حيث تشير العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى اقتراب بيل من الريال وتوقيعه لمدة 6 سنوات كاملة ليفوز بذلك النادي الملكي بخدمات النجم الويلزي على حساب مانشستر يونايتد الذي يعتبر أبرز منافس للريال على صفقة أحسن لاعب في البطولة الإنجليزية خلال الموسم الماضي. أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعيين الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين خلفا للمدرب تيتو فيلانوفا الذي غادر البلاوغرانا بسبب تراجع حالته الصحية نتيجة معاناته من مرض السرطان. هذا وتوج مارتينو بلقب الدوري الباراغواياني أقول لأربعة مرات، 3 منها مع فريق ليبرتاد ومرة واحدة مع سيرو بوتينيو، إضافة إلى لقب الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي، كما نال على الصعيد الشخصي جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لعام 2007 حين كان يشرف على المنتخب الباراغواياني الذي وصل معه إلى ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010. إذن إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية النشرة، تقبلوا تحياتي في أمان الله.